وبنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منورنا. الله يخليك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرض وكابتن هاني العكيز. منور يا كابتن. كالعاده بنقول مبروك للاهلي طبعا اداء ونتيجه، وهارد لك لنادي غزل المحله. استمتعنا بالمباراه، المباراه كانت مباراه طيبه، مفيش فيها احداث كثيره كابتن ايمن، ولكن خلينا الاول هنقول طاقم التحكيم وهنتكلم الظاهره بتاعه المباراه كابتن علي الاول. عندنا طاقم التحكيم النهارده الحكم طارق مجدي، ده من منطقه القاهره، حكم يعني لو في نصيبه كابتن علاء ده كان بقى دولي من 5 6 سنين. طارق مجدي كان حكم المباراه. ساعد رقم واحد كان احمد لطفي من منطقه الشرقيه. ساعد رقم اثنين محمد عزازي منطقه القاهره. كان الحكم الرابع محمد سيد بكروي، على الفار كان محمد الصباحي وحماده الكلاوي واحد من القاهره، وحماده كان من منطقه سوهاج. البعض يرى كابتن علاء ان المباراه سهله. مفيش فيه حالات ومفيش فيه مشاكل، ولكن انا عايز اقول حاجه ثانيه خالص بنظره تحكيميه. الحكم احيانا بيسهل المباراه كابتن على نفسه. في حكم بيسهل المباراه على نفسه وفي حكم بيصعب المباراه على نفسه. لا، المباراه كان فيها حالات وفي حالات تحكيميه كثيره، ولكن تمركز الحكم وتركيز الحكم وتعاون طاقم التحكيم مع الفار هم اللي خلوا المباراه سهله. حاجه ثانيه مهمه جدا، سلوك اللاعبين داخل الملعب، دي احيانا احنا مش بنبص لها. سلوك اللاعبين داخل الملعب، مساحه الملعب الكبيره كابتن هاني، احيانا اللعب بقى مش ملعب ضيق، احيانا بيبقى التحامات كثيره، النهارده ملعب واسع، وبالتالي تدي فرصه للحكم ان هو يتحرك كويس، وبالتالي النهارده مفيش حالات تحكيميه، ولكن في اختبارات كان الحكم كان موجود في الحدث وكان موجود في التمركز الصحيح. هنروح نشوف ايه الحاله الاولى عندنا هنا. بنتكلم احنا قلنا في التعديل الجديد يا كابتن ايمن المهاجم. احنا قلنا المهاجم بكل الاشكال صح، سواء الكره جت في الايد تعمد او مش تعمد، في حاله الهجوم الحكم بيحسب لمسه اليد. نرجع تاني نشوف هنا، استخلص كهربا بايديه، وهنا جت الكره وهيبتدي يعمل هجمه، هنا طارق كان في تمركز صحيح وبالتالي هنا خد القرار الصحيح. رغم احنا في بعض الاحيان اللعبه دي ممكن الحكم يخلي اللعب يتواصل، ولكن عشان هنا المهاجم هيستفيد ويعمل هجمه، هنا احتسب المخالفه وقرار صحيح من طارق مجدي. هنروح للحاله الثانيه، هي حاله نفس الحاله، نشوف المعايير هنا كابتن. هنا لاعب غزل المحله وهيبتدي يعمل هجوم، وهنا طارق احتسب المخالفه. نشوف هنا الايد، الكره هنا جت في الايد لاعب غزل المحله، ونفس الحاله دي هي الحاله الثانيه كابتن. هنا بنقول الحكم ايه؟ هنا المعايير عنده واحده. واحد. المعايير التقدير التحكيمي عنده واحد. مظبوط. دي زي دي، انا جايب الحاله ديت ليه؟ عشان هنا بنعمل مقارنه ما بين الحالتين. مظبوط. وكان القرار الحكم هنا كان قرار صحيح في الحالتين. نروح للحاله الثالثه. هنا في مطالبه باحتساب مخالفه او ركله جزاء على لاعب غزل المحله. شوف هنا كابتن. مظبوط. هنا حتى اللاعب وهو راح يقابل هو كمان حريص ان ايده ما تخرجش. انت معايا كابتن؟ لا، هنا من زاويه هنشوف ان هنا اللاعب تقريبا ايده في الجنبه، والكره كمان ما جاتش في الذراع ولكن جت في الكتف. الكره دي لو على خط الجون يا كابتن والكتف، هنقول نفس الكلام ايضا. هنا كابتن هنا ما فيش مخالفه لو على خط الجون، يعني انا كابتن انا هسال سؤال كابتن شريف، وراح مطلعها بص يا كابتن بالحته دي. حضرتك بتسال سؤال جميل جدا، انا هنا اصلا ما فيش مخالفه لسبب، لان هنا الكره جت في الكتف من فوق. بالظبط. والتعديل الجديد هنا عمل ايه؟ على قصه ايده اللي ورا ظهره دي. عمل ايده، واحنا بنقول يا كابتن هنا المخالفه ليها كونسيدريشن، بنتكلم في الكونسيدريشن، هل الاعتبارات موجوده ولا مش موجوده؟ لو الاعتبارات موجوده بنحسب فيها المخالفه كابتن شريف، وسؤال مهم وبحييك، عاوز له يعني ربع ساعه نتكلم فيه. هنا طبعا مفيش مخالفه، وهنا كان قرار مجدي في الحاله ديت. حتى لو جينا نرجع كده تاني نشوف تمركز طارق مجدي في الحاله ديت، نشوف هنلاقي التمركز بتاعه تمركز فتح وقرب، وبالتالي هنا كمان الحكم مساعد هنا اشار باستمرار اللعب. مظبوط. هنروح للحاله اللي بعد كده. حاله طبعا يمكن انا هنا يمكن محدش خد باله من الحاله ديت، حاله مهمه جدا جدا. نشوف هنا لاعب غزل المحله بعد الكره ما اتلعبت، نشوف لمس رجله الشمال بكعب رجله الشمال. نشوف، لا ده ما لمس كابتن، هنا بنقول هنا في ركل متعمد يا كابتن، هنا في ركل متعمد، والركل دوت هنا بنتكلم في الانكل من تحت. ايوه. والانكل مش محمي من 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 الشنكار مش محمي. ايوه. وبالتالي انا شايف ان هنا في مخالفه، هنا لو شفنا الركل هنا
في الجزء الاسفل بتاع بدر تستحق كارت اصفر طبعا. كارت اصفر طبعا. يمكن طارق كان بعيد شويه، يمكن ما عرفش التفاصيل، ولكن دي حاله، يمكن الحاله الوحيده اللي فيها عقوبه انضباطيه طارق يمكن ما خدش باله منها، وبالتالي احنا النهارده بنغفر له، لان برضك ان هو ادى مباراه بشكل طيب. نشوف تاني الحاله هنا. هنا الحاله اللي جايه هنا هرجع بس كابتن ايمن، كنت حكم وشوف تمركز الحكم صح، اللي مدي قناعات للكل، مدي قناعات للكل في هذه الحاله. هنا التعب العرضيه، نرجع من اللقطه الاولى خالص ونشوف اللي احنا جبناها من الاول خالص، اللقطه الاولى ونشوف طارق مجدي. هقف هنا شويه بس، هقف. اعتقد ان مفيش احلى من هذه الزاويه. طبعا زاويه الرؤيه هايله بالنسبه لي، ممتازه. وحد يقول لي، ممكن يقول لي ما هو اللعب هو اللي جابه هنا كابتن هاني. لا، ما هو عنده قراءه، توقع، وعنده توقع مظبوط، وبالتالي هو هنا جه. ونشوف اللعبه تاني، هل هنا في مخالفه ولا مفيش؟ حرك في الحته الفاضيه، هنشوف طارق قرب. عرضيه بتتعمل، الاعاده هتبين كمان، الاعاده اللي جايه هتبين. هنا الكره جايه في البط او الصدر، دي حاله من الحالات المهمه. وكان تقدير طارق زي ما قلت هو سهل على نفسه، كان ممكن حسب يحتسب ركله جزاء، حكم يحسب ويرجع للفار وهتعمل مشكله، ولكن هو كمان كان موقفه سليم، وبالتالي انا خد القرار الصحيح. عندنا الحاله الاخيره، وحاله بردك من الحالات المهمه عند المساعد محمد عزازي، حاله مهمه جدا، هي لحظه تمرين كابتن ايمن. هل هناك مخالفه تسلل ولا لا؟ بنشوف، هنقف لحظه اللبس لمس هنا، نرجع تاني ونشوف. اللاعب هنا مغطي، ولكن عاوز اشوف تمركز محمد عزازي حكم المساعد رقم 2، تمركز رائع جدا جدا مع اخر تاني مدافع. هي لعبه سهله، مش قوي، مش صعبه قوي، ولكن انا بقول ايه، تمركز وتركيز الحكم، واحنا بنتكلم في وقت متاخر من المباراه. صحيح. بشكل عام زي ما قلت، هقول تاني، قد يرى البعض المباراه سهله تحكيميا، ولكن اللي سهل المباراه كابتن شريف هو حكم المباراه، لان زي ما قلنا عندنا حالتين داخل الصندوق، لو هو مش في المكان الجيد كان هيروح للفار وهنرجع وهنعمل مشاكل. بيتحرك وهادئ، يعني هادئ وبيتحرك كويس جدا في المباراة. بيتحرك كويس وهادي، هو على فكره لاعب كوره كويس. وكمان بشيد بلجنه الحكام في الاخر، لان حط له على الفار مين؟ محمد صباحي، وده دايما الاثنين اصدقاء وبيفهموا لعب، لا بيفهموا لعب بعض. بشكل عام التحكيم كان النهارده نجح في اداره المباراه، نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه في افريقيا اللي جايه، ونتمنى التوفيق للكره المصريه كابتن ايمن. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن ناصر، الله يخليك. وبنهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحريري لمباراه الاهلي وغزل المحله، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0. الف مبروك للنادي الاهلي. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وامتعونا النهارده، الكابتن شريف عبد المنعم، الف شكر كابتن. الف شكر كابتن، ومبروك وعقبال اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي، الف شكر كابتن، امتعتنا. شكرا لك ايمن، و الف الف مبروك للنادي الاهلي، وانتصارات دايما، عشان لما بتكسب من الاول بتدي لك نفس في الدوري العام يعني. كابتن علاء مهوب، الف شكر يا كابتن، نورتنا وشرفتنا النهارده. الله يخليك يا ايمن، مبروك للنادي الاهلي، ودايما صلاه ربعته ان شاء الله. كابتن هاني العجيزي، الف شكر يا كابتن. الف شكر يا كابتن، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره. الف مبروك للنادي الاهلي، والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وأرق تحياتي.